طور مهندسون في إطار مشروع بحث أوروبي غواصات تتحدث فيما بينها باستخدام إشارات صوتية لاستكشاف البحار والأنهار، ويقول القائمون على المشروع إنهم قاموا بإنتاج روبوتات تعمل تحت الماء لها القدرة على التواصل والتعاون فيما بينها وخلق ما أطلقوا عليه اسم إنترنت الأشياء تحت الماء. وهذه الفكرة الجديدة تتيح لأجهزة مختلفة كأجهزة الاستشعار والروبوتات تبادل المعلومات، وهذا يفتح طرقا جديدة لرصد المحيطات والبحيرات والأنهار. وهذه الطريقة تمكن الروبوتات من البحث عن الأشياء المفقودة أو تسرب المواد الكيميائية، كما تعمل هذه الروبوتات معا لجمع المعلومات حول حادث ما في أقصر وقت. ويضيف القائمون على المشروع أن الاتصالات الصوتية تشبه لغة البشر، وأن الروبوتات تتحدث فيما بينها تحت الماء من خلال ترددات تنطلق من ترددات الصوت البشري إلى طيف صوتي غير مسموع. وتقوم هذه الغواصات بنقل بياناتها إلى مركز تحكم على الأرض، وتشمل بعض المؤشرات البيئية كدرجة الحرارة والتكوين الكيميائي لمياه البحر لاستخدامها.